بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه هذا الباب جمع الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض الاحاديث الداله على ان الائمه عليهم الصلاه والسلام في يوم القيامه يشهدون على الناس وفي هذا الباب تفسير الائمه عليهم الصلاه والسلام لبعض الايات القرانيه في هذا المجال الله عز وجل في القران الكريم يقول فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله سبحانه وتعالى قدر يوم القيامه ليحاسب الناس على اعمالهم ثم يجازيهم ان خيرا فخير وان شرا فشر والله سبحانه وتعالى حكيم ولا يصنع شيئا عبثا لا في الخلق ولا في البعث افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق في قدره الله سبحانه وتعالى ان يحشر مباشره المؤمنين الى الجنه والمنافقين والكفار الى النار بدون ان يكون هناك محاسبه ولكن حكمته اقتضت ان تكون هناك محاسبه حتى يتبين عدله لجميع الناس وحتى يتبين الظالم من غير الظالم. لانه في هذه الدنيا في كثير من الاحيان الامور مختلطة. قد يكون الظالم يتشبه بالمظلوم. فيتصور الناس يتصورون الظالم مظلوما. وبالعكس قد تكون الماكنة الدعائية للظالم تظهر المظلوم ظالما. الله سبحانه وتعالى احب ان يظهر الحق لجميع الناس انت في هذه الدنيا كنت تزعم ان هذا المظلوم ظالم صحيح هذا زعمك امر مرتبط بفكرك وقد لا تحاسب على هذا الزعم لكن الله نصره للمظلوم اراد ان يتبين للجميع انه هو المظلوم لا كما زعمتموه بانه هو الظالم. الظالم قد يموح على الناس خاصه اذا كان صاحب سلطه واموال فالناس يتصورونه انسانا مثلا عادلا كاملا غير ظالم فالله سبحانه وتعالى يبدا بمعاقبته في الحساب بأن يبين للناس جميعا انه ظالم خلاف ما اراده وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ثم الحساب حينما يداق الانسان في حسابه يتبين لكل من هو من اهل النار انه لا يدخل النار الا باستحقاق بعد ماكو مجال للانكار ولا مجال للتظلم والدعاء انه مظلوم لا انظر كيف شهدوا على انفسهم يضطر ان يقر بكل شيء لان الاشهاد يجون الاعمال تحضر ما غله يحضر ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه محكمه كامله كل ادوات الجرم او ادوات الطاعه الله سبحانه وتعالى يجمعها مع الشهود مع الموازين القسط فكل إنسان يكون من أهل النار يعلم هو ويقر ويعلم الآخرون بأنه باستحقاقه يدخل النار ماكو مجال لعفوة عفو خلاف الحكمة لذا الله سبحانه وتعالى لم يعفو عنه وكل من يدخل الجنة يقر هو ويعلم الجميع أنه لا يدخل الجنة إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى لا باستحقاق بالذات ماكو استحقاق بالذات للجنة وانما استحقاق بالعرض لان الله وعد بذلك لولا وعده ما كان احد يستحق الجنة وانما يدخل الجنة بفضل من الله حتى وعد الله الجنة لمن آمن وعمل صالحا هذا بفضله سبحانه وتعالى. فكل شيء ينكشف يتبين ويكون هو نوع من الثواب للمظلوم وللمحسن قبل الثواب الاوفى بالجنه، ونوع من العقاب للظالم وللمسيء قبل الجزاء الاوفى في نار جهنم. وايضا هذه التفاصيل تؤثر على الانسان في حياته الدنيا، يعني احنا عندما نعلم فأن هذا العمل الذي نقوم به يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبينه على الأشهاد إذا هو عمل قبيح راح تكون الفضيحة على الأشهاد وإذا هو عمل حسن يكون بيان للمنزلة على الأشهاد فهذا هو النوع رادع للإنسان الآن من ارتكاب القبيح ونوع محفز لارتكاب الاعمال الصالحه. وهناك جهات اخرى ايضا ذكرت في بعض كتب الكلام وتستفاد من بعض الايات والروايات المختلفه. زين من جمله الامور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الاخره الشهود. الشهود ياتون ويشهدون على الانسان بعمله ان خيرا فخير وان شرا فشر وهؤلاء الشهود الانبياء يشهدون على الناس في عصورهم يعني موسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام يشهد على بني اسرائيل الذين عاصروه عيسى على نبينا واله عليه الصلاه والسلام يشهد على الناس الذين عاصروه كل نبي يشهد على الناس الذين هم في زمانه بعد الأنبياء الأوصياء يشهدون على الناس الذين هم في زمانهم نأتي إلى الأمة الإسلامية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يشهد على الذين عاصروه من الصحابة من المشركين من المنافقين يوم القيامة يجيبوهم المؤمنون والمنافقون والكافرون يؤتى بهم والرسول صلى الله عليه واله يشهد عليهم. زين بعد الرسول صلى الله عليه واله الامام علي عليه الصلاة والسلام يشهد على الذين عاصروه. بعد الامام علي الامام الحسن عليه الصلاة والسلام يشهد على الذين عاصروه، كل وصي للنبي يعني كل امام عليهم جميعا الصلاه والسلام يشهد على الناس الذين عاصروه، الذين اقترن زمانه بزمانهم في هذا الزمان يشهد علينا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم القيامه. طبعا هذه الشهاده تكون شهاده بعلم لا شهاده زور يعني لازم يكون هو عالم حتى يشهد. بدون ان يعلم يشهد هذه تكون شهاده زور فلذلك في احاديث اخرى كثيره دلاله على ان الله سبحانه وتعالى يطلع النبي والائمه على اعمال العباد والا شهاده تكون شهاده زور يعني الرسول صلى الله عليه واله في حجرته في زمان حياته الله سبحانه وتعالى يطلعه على كل ما يفعله الناس وهذا ليس من قدره الله سبحانه وتعالى ببعيد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فاذا الله سبحانه وتعالى اراد ان يطلع احدا بما يجري الله قادر لو عاجز قادر وليس اطلاع انسان على ما يجري هذا امر محال اذا اراده الله سبحانه وتعالى يتحقق. لذلك جميع اعمالنا الان هذه تعرض على الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كيفيه العرض لك بحث اخر في روايات ستاتي انه من كل بلده كل مدينه كل مكان اكو فيه مجموعه من الناس. هناك ملك هذا جميع اعمال الناس كعمود من النور هو الملك مثلا كعمود من النور يطلع الامام على اعمالهم بس أكو كلام ان هذا عمود النور ليس بملك وانما هو كصفحه الله سبحانه وتعالى يسجل فيها اعمال العباد ويطلع عليها الامام عليه الصلاه والسلام فلذا في يوم القيامه عندما يجي يشهد لا يشهد بشيء لا يعلمه وانما يشهد بشيء علمه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المؤمنون يعني الائمه عليهم الصلاه والسلام وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملهم هذه السين للتأكيد وليست للاستقبال. يعني بمجرد ان تعلم الله سبحانه وتعالى هو عالم بما تعمله. ورسوله طبعا الله سبحانه وتعالى بالذات يعلم لان العلم عين ذاته. لكن الرسول يعلم بتعليم من الله. ورسوله والمؤمنون. ليس المراد جميع المؤمنين وإنما المراد الأئمة عليهم الصلاة والسلام خصوص هؤلاء فلذا يأتون في يوم القيامة ويشهدون وأيضا لأنه يوم القيامة كل أحد يحاسب حتى الأنبياء حتى الأئمة وحسابهم بمحضر من الخلق لبيان فضلهم ولبيان براءتهم من الغلو ومن الغلاة ومن المنحرفين ومن الذين ادعوا ارتباطهم بهم واتباعهم لهم زورا وبهتانا. الله يحاسبهم ليتبين فضلهم. لذا مثلا بالنسبه الى عيسى عليه الصلاه والسلام كما في سوره المائده في اواخر سوره المائده الله سبحانه وتعالى يحاسب عيسى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ زين ليش يحاسبه؟ حتى يتبين فضله، حتى يتبين براءته من الغلاة الذين غلوا فيه، واتخذوه ربًا وولدًا لله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون النا... من دون الله عيسى عليه السلام ينزه الله سبحانه وتعالى على ان يكون له ولد. ما قلت لهم الا ما امرتني به. عيسى كان مبلغا كل ما امره الله سبحانه وتعالى بان يقوله للناس قاله لهم. فلذلك الأنبياء والأئمة كلهم الله سبحانه وتعالى يحاسبهم لكي يتبين فضلهم وليتبين براءتهم من الذين انتحلوا مودتهم زورا أو نسبوا إليهم الأكاذيب فلذا الله سبحانه وتعالى هو يحاسب محمدا صلى الله عليه وآله في يوم القيامة يتبين فضل رسوله محمد صلى الله عليه وآله الناس والله سبحانه وتعالى يكلف رسوله محمدا صلى الله عليه وآله بأن يحاسب الأئمة هل قمتم بما أمركم الله سبحانه وتعالى به يتبين للناس أنهم أدوا مهمتهم أحسن أداء حتى في ذلك اليوم لا يجي واحد من المعاصرين لهم يقول إن هؤلاء لم يأدوا مهمتهم مهمتهم فانا بقيت في ظلال مو تقصير تقصيرهم لا لا لم يقصروا في المهمه التي اوكلت اليهم فلذا الله يحاسب الرسول والرسول يحاسب الائمه عليهم الصلاه والسلام لبيان فضلهم وادائهم للمهمه والائمه عليهم الصلاه والسلام يحاسبون الناس بأمر من الله سبحانه وتعالى فلذا في زيارة الجامعة وكذلك في أحاديث أخرى نقرأ إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم حسابهم عليكم بأمر من الله لذا يمكن أن تقول إن الله حاسب الناس وتقول الأئمة حاسبوا الناس لماذا تقول إن الله حاسب الناس؟ لأنه هو الذي أمر بذلك تقول الائمه حاسبوا الناس لانهم نفذوا ما امرهم الله سبحانه وتعالى في محاسبه الناس مثل قبض الروح انت يصح ان تقول الله يقبض الارواح ويصح ان تقول ملك الموت يقبض الارواح ويصح ان تقول اعوان ملك الموت ملك الموت يقبضون الارواح ولا تناقض في ذلك لان الله يامر ملك الموت وملك الموت أحيانا هو يتولى قبض الأرواح وأحيانا يأمر أعوان أعوانه بقبض الأرواح لذا الآية تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وفي آية أخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وفي آية ثالثة توفته رسلنا وهل هناك تناقض بين هذه الآيات؟ كلا. مثل ما أنت تشوف مسجد شامخ، تقول: بنى الأمير هذا المسجد، ويصح أن تقول: المهندس الفلاني هو الذي بنى هذا المسجد، ويصح أن تقول: البناء الفلاني هو الذي بنى هذا المسجد. ليش؟ لأن الأمير أمر، والمهندس نفذ الخريطة، والبناء نفذ الأمر عملاً. فعندما مثلا الايه تقول ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم هذه ما تناقض ان يكون الحساب على الائمه عليهم الصلاه والسلام، لماذا؟ لان الله هو الذي يامر الائمه بالمحاسبه والائمه ينفذون امر الله سبحانه وتعالى بذلك. اما الرسول ما عليك من حسابهم من شيء في ايه قرانيه. نعم الرسول ليس مهمته حساب الناس لان مهمته اهم وهي محاسبه الائمه عليهم الصلاه والسلام فالرسول يحاسب الائمه والائمه يحاسبون الناس هذه من الامور التي قدرها الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه الايه الشريفه في سوره النساء فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذه الآية يمكن ان تفسر بطريقتين. الطريقة الاولى، الطريقة الاولى: فكيف اذا جئنا من كل امة من كل امة يعني من الامم الماضية بشهيد، من هو شهيدهم؟ الذي يشهد عليهم نبيهم. أوصياء نبيهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يعني جئنا بك شهيدا على هؤلاء يعني على الأئمة. والأئمة شهداء على الناس في آية أخرى. هذه الطريقة الأولى في تفسير هذه الآية. الطريقة الثانية المراد بالأمة هي الأمة الإسلامية ولكن بإعتبار كل زمان زمان أمم. يعني الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه واله هم امه. والذين كانوا في زمان امير المؤمنين هم امه اخرى، الامه بالمعنى اللغوي. والذين كانوا في زمان الامام الحسن امه ثالثه. الذين كانوا في زمان الامام الحسين امه رابعه وهكذا. والمجموع هم الامه الاسلاميه. مثلا. فبناء على ذلك فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد يعني امام زمانهم وجئنا بك على هؤلاء يعني الصحابة شهيدا وعلى كل حال سواء كان التفسير الاول او التفسير الثاني المقصود واضح ان رسول الله صلى الله عليه واله يشهد وفي كل امة شهيد الرسول يشهد على من؟ على هؤلاء من هم هؤلاء؟ اما الصحابة حسب احد التفسيرين واما الائمه حسب التفسير الاخر والائمه يشهدون على سائر الناس كما ذكرنا في ايه اخرى وفي روايات كثيره لذا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في تفسير هذه الايه يقول نزلت في امه محمد خاصه يعني فكيف اذا جئنا من كل امه لا يراد الامم السابقه حسب احد التفسيرين لا. من كل أمة يعني كل أمة من أمة محمد صلى الله عليه وآله نزلت في أمة محمد خاصة حسب الاحتمال الآخر، يكون الإمام الصادق ده يفسر وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نزلت في أمة محمد خاصة في كل قرن منهم إمام منا في كل قرن كلمة قرن احنا الان نستعملها في مائة عام. نقول القرن الأول يعني من الهجرة إلى السنة المائة مثلاً. القرن الثاني من سنة 101 إلى سنة 200 وهكذا. هذا أحد معاني القرن أو أحد مصاديق معنى القرن. هي كلمة القرن مشتقة من الاقتران بمعنى الاقتران. الناس الذين يقترنون في زمان واحد يسمون قرن ما أنشأنا قرونا مثلا في الآيات الشريفة ليس المراد بهذه الآيات عندما تذكر قرون مثلا كذا يراد بها مثلا مئة عام مائة عام لا يعني أمة ناس مقترنون في زمان واحد فلذا من مصادق عشرين سنة من مصادق ثلاثين سنة من مصادق مئة عام هنا في هذا الحديث لا يراد من القرن مئة عام لا يراد الأمة المقترنة في زمان واحد هسه هاي الأمة المقترنة في زمان واحد هذا الزمان طويل أو هذا الزمان قصير ماكو فرق نزلت في أمة محمد خاصة في كل قرن منهم إمام منا يعني من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. شاهد عليهم. يشهد ومحمد صلى الله عليه واله شاهد علينا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رسول الله صلى الله عليه واله يشهد عليهم. يشهد ان علي بن ابي طالب ادى المهمة باحسن وجه. هسة إذا الناس ما أطاعوا خالفوا انقلبوا عليه هاي مشكلة الناس مو مشكلة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أدى المهمة أحسن أداء يعني الآن مثلا نفرض نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هل نجح في مهمته أم فشل مع أنه تسعمية وخمسين سنة ما آمن معه إلا قليل ثمانين شخص يعني كل عشر سنوات شخص أو أقل آمن هذا فشل لا مو فشل ليش لأنه هو مو مهمة تغيير قلوب الناس مهمة التذكير كما قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بجبار الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الرسول محمد أدى مهمته كاملة بنجاح مئة بالمئة لأن مهمته كانت التبليغ وقد بلغ نوح أدى مهمته وكان ناجحا فيها مئة في المئة الناس إذا ما آمنوا من شقائهم لأن نوح ما كان مسلط على قلوبهم نوح نوح مهمته أن يبلغ بلغ لكنهم عاندوا زين هذا عنادهم فشل لهم لا لنوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لذا الله عقبهم على عنادهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام أدوا المهمة بأحسن وجه يعني الآن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو في غيبته ينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى كل ما الله يأمر به يأمر به ينفذه حتى غيبته بأمر من الله سبحانه وتعالى لذلك هو ناجح في مهمته مئة في المئة لأنه ينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى وهذا ما أمره الله سبحانه وتعالى هي مهمته إذن في كل قرن يعني جماعة مقترنين في الزمان سواء هذا الزمان طويل أو هذا الزمان قصير إمام منا شاهد عليهم طبعا شهادة حتى لا تكون زور لازم يكون مطلع على أعمالهم ومحمد صلى الله عليه واله شاهد علينا في آية أخرى في سورة البقرة وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الأمة الوسط، كلمة الوسط بأي معنى؟ إما بمعنى المتوسط بين الإفراط والتفريط، لا هو إفراط ولا هو تفريط، الصراط المستقيم. وإما يراد الواسطة كذلك جعلناكم أمة وسطة يعني واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل هذه الواسطة كما أنه في التبليغ الله لم يوحي إلى كل إنسان مباشرة وإنما جعل الأنبياء واسطة يعني أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومحمد صلى الله عليه وآله يتلو القرآن علينا فصار واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه الواسطة الأنبياء والأئمة بس يجي واحد وهابي يقول هذه الواسطة الشرك وكذا هذا كلام قد بيّن العلماء بطلانه ومخالفته للقرآن وللسنة الصحيحة القرآن, القرآن يقول ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وفي آية أخرى بالنسبة إلى أولاد يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي جعلوه واسطة لما تذكر هذه الآيات لهؤلاء يقولون أنهم كانوا أحياء يعني الرسول في حياته يعقوب في حياته فإذا أكو واسطة ليس هناك بدون واسطة هسه الحي صار واسطة بشر حي واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات. فالاستغفار صار واسطة. الظلموا أنفسهم صار واسطة لكي يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وبعدين هذا مو خاص بالحياة، الآن الرسول واسطة بيننا نحن الآن وبين الله. القرآن الكريم، احنا لهذا القرآن الكريم كيف تلقيناه؟ الواسطة هو الرسول صلى الله عليه واله، ولو هو ميت إنك ميت وإنهم ميتون، لكنه واسطة بين الله وبيننا في هذا القرآن الكريم وفي تبليغ الأحكام الشريفة. إضافاً إلى قيام الأدلة أن الموت ليس هو النهاية، هاي فكرة المشركين تسربت في أذهان هؤلاء أن الموت هي نهاية لكل شيء. لا الموت ليس نهاية لكل شيء، الميت يسمع، الميت يرى. الانبياء عليهم الصلاه والسلام خاطبوا الاموات فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي، يعني هذا النبي هود صالح كذا كان يتكلم كلام لغو حينما يكلم جثث القوم الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى واهلكهم او الرسول صلى الله عليه واله في غزوه بدر حينما تكلم مع قتلى المشركين. يا فلان يا فلان يا فلان انا وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الاموات يسمعون يرون بل رؤيتهم وسماعهم اشد واقوى من رؤيتنا وسماعنا لانه انكشف عنهم الغطاء فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وفي الحديث ما انتم باسمع منهم لكن الله سبحانه وتعالى ما أراد لهؤلاء له الأموات أن يفعلوا شيئا. لكن بالنسبة إلى أوليائه الله سبحانه وتعالى أراد إقدارهم على بعض الأمور كما هو حي. هو حي يقدر يقضي حوائج، أنت تروح إلى الرسول صلى الله عليه واله وتقول وهو حي مثلا الصحابة، يا رسول الله عندي حاجة مثلا مال أو حاجة أخرى تعال اقضي حاجتي، فالرسول يقضي تلك الحاجة. وهو ميت إذا أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك أن يقضي الحوائج بإذن من الله سبحانه وتعالى الله ليس بعاجز أي واحد بترسم تسرب إلى ذهنه أفكار المشركين بأن الموت هي نهاية هو نهاية لكل شيء وخلاص الميت منتهي زين هذا هاي الفكرة حقيقة الفكرة اللي يحملها الوهابيون في, في الأساس هي من تسريبات وتسربات الفكر الإلحادي المشرك الذي كان ينكر المعاد وينكر أن ويدعي أن الموت هو نهاية لكل شيء لا الأموات يسمعون يرون بإذن من الله سبحانه وتعالى كما أن الأحياء يسمعون ويرون بإذن من الله سبحانه وتعالى وإذا الله شاء لميت أن يكون له قدرة أكثر من قدرة حي فالله لا يعجزه شيء وقد أدلت الأدلة الصحيحة على ذلك سنتطرق إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة إما بمعنى الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق وإما بمعنى الأمة التي لا إفراط فيها ولا تفريط من هذه الأمة؟ المراد بهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو المراد الأمة الإسلامية باعتبار اشتمالها على الأئمة مثل ما نقول المسلمون انتصروا في غزوة بدر زين المسلمون الذين ذهبوا إلى غزوة بدر كانوا 313 واحد وعدد المسلمين في ذلك الوقت كان أكثر من عشرة آلاف واحد فكيف نقول المسلمون انتصروا في معركة بدر باعتبار أن هؤلاء 313 من المسلمين أو الآن مثلا يتعارف مثلا في مسابقات رياضية نقول الدولة الفلانية انتصرت أفراد الشعب يقول إحنا انتصرنا فزنا ليش يقول فزنا مع أن اللاعبين مثلا عشرة خمسة خمسة ستة حسب اختلاف الألعاب لأن هؤلاء الذين انتصروا كانوا يحملون اسم هذه الدولة وهم من ضمن هذا الشعب لذا كل واحد من أفراد الشعب يقول نحن انتصرنا الأمة الوسط هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو الأمة الإسلامية باعتبار اشتمالها على الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولذا ورد في تأويل هذه الآية وكذلك جعلناكم أئمة وسطا هو تأويل وليس قراءة الأمة يراد بها الأئمة لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إن شاء الله سنواصل هذا الحديث في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين